اختتمت في محافظة طرطوس فعاليات احتفالية يوم الطفل العربي 15 والتي تقام برعاية محمد الأحمد وزير الثقافة ومديرية ثقافة الطفل بالتعاون مع محافظة طرطوس بعنوان قلب صغير لوطن كبير، وذلك في المركز الثقافي بطرطوس بحضور فعاليات رسمية وأهلية. وتضمنت الفعاليات عرضا لنتاج عمل الأطفال واليافعين في ورشات العمل خلال فترة الاحتفالية، بالإضافة لحفل موسيقي قدمته فرقة رواد الأصالة. مهرجان الختام كان هو حاولنا يكون في ختام لكل الفعاليات، عملنا مسرح تفاعلي، مسرح خيال الظل كان كتير حلو طبعا، والمعرض هو نتاج أعمال على مدار أسبوع، أعمال يدوية، رسم، تدوير، وطبعا في هلأ مثل ما لاحظتوا كمان الحفلة، وبالميز الحفلة أنه فيها أغاني من مختلف المحافظات، أغنية كانت رائعة لحلب لطرطوس، يعني لسوريا طبعا أكيد. هذه الاحتفالية التي واكبناها على مدى أسبوع كامل تضمنت العديد من الأنشطة في مختلف المجالات، من ثقافية، رياضية، اجتماعية، ورشات عمل متنوعة قصصية. منيح وبشارك مسرحية. استفدنا وبنحط سوريا والجيش. استفدت نقوي شخصيتك. نقوي شخصيتك وتصير جريء. في استفادة كثير منها وحفلة ممتعة وبتجنن. وإن شاء الله تكون أحلى حفلة بيعملوا حسن زي الاحتفالية التي استمرت لمدة أسبوع كامل في مدينة طرطوس وريفها قدمت الفائدة الكبيرة لأطفال طرطوس والأطفال الوافدين من المحافظات الأخرى من صقل للمواهب وتنمية القدرات الفنية لديهم نحو مستقبل زاهر لسوريا.